اليوم ميناء قصر الشمالي والجنوبي يشهد ثورة إعمار، مثل ما تشاهدون في كل الأرصفة توجد عمليات صيانة، توجد عمليات توسعة، توجد عمليات تطوير للبنى التحتية بالكامل. الطاقات الخزنية أصبحت تستوعب إلى الضعف. الشوارع بدينا الرئيسية نستكملها، وإن شاء الله عن القريب العاجل ندخل إلى الشوارع والطرقات الداخلية، بالإضافة إلى مشروعنا العملاق هو ساحة الترحيب المرقمنة بالكامل، وإن شاء الله بعد ما تدخل ساحة الترحيب خلال شهر الـ 12 بالعمل سوف نعمل على إدخال المنظومة الإلكترونية والرقمنة في موانئنا.